فلو عملتوا الوصفة دي هتلاقوا نتيجة ممتازة جدا جدا جدا. ناس كتير جدا سألتني عن أفضل كريم علشان يشيل الترهلات. الموضوع ده عامل إزعاج لناس كتير، وكله عايز يعرف إيه الكريم السحري أو الكريم الفعال اللي بيه نقدر نشيل أي ترهل من مكانه ونشيله بشكل نهائي ونلاقي جلدنا شكله جميل ومشدود. وعلشان كده أنا النهاردة جبت لكم وصفة سحرية من الآخر، في خلال أسبوعين أو 4 أسابيع بالكتير لو استخدمتوا الوصفة دي صبح وبالليل هتلاقوا الترهلات، ما فيش أي ترهل بالمرة. بجد امشوا عليها لأنها وصفة سحرية فتاكة قاتلة رهيبة جدا جدا. هعملها دلوقتي معاكم بالخطوات، ركزوا معايا في الخطوة بالظبط علشان نقدر نعمل أفضل حاجة ونلاقي أفضل نتيجة. ايه بقى هي الوصفة الفعالة جدا الجبارة اللي هتقضي تماما على الترهلات، وايه هو الكريم السحري اللي لو استخدمته مش هيبقى فيه اي نوع من انواع الترهلات؟ تعالوا اقول لكم المكونات اللي هنشتغل عليها. اول حاجة طبعا ده كريم موجود في كل بيت اصلا وموجود يعني على طول بيبقى موجود عندنا، وهو اسمه الفولترين جل زي ما انتوا شايفين اهو كده. الفولترين ممتاز جدا جدا وهتلاقوا فيه منه احجام كتير، ده الحجم الصغير اللي عندي ومكتوب عليه ان هو مسكن للالم وبيقلل التورم ومضاد للالتهاب. في منه احجام، انا جبت الحجم الصغير. لو ما فيش فولترين ممكن تستخدمي موف، يعني موف برضو هيجيب نفس النتيجه بتاعت فولترين. فلو فولترين موجود تمام، لو موف موجود تمام، هتجيبي الفولترين ده وتحطي عليه شويه شبه مطحونه على قد مثلا ملعقتين كبار، يبقى هتفضي شويه من الفولترين وهتحطي عليه شبه مطحونه على الاقل مثلا من ملعقه لملعقتين. لو عايزه تزودي التاثير خالص خالص ويبقى اقوى بكتير ممكن تحطي عليه ملعقه شطه كبيره. كده انت هتاخدي فايده رهيبه، يعني مش بس فولترين وشبه او موف وشبه، لا كمان هتحطي عليه ملعقه شطه كبيره وتقلبيهم كويس لغايه كده لما يمتزجوا ويعملوا لون برتقاني فاقع. لازم يكون فاقع، لو غامق مش هيبقى حلو، فلازم برتقاني فاقع. وهتقلبيهم كويس جدا جدا جدا، وبعدين تدهني على المنطقه اللي انت محتاجه انها تخس او الترهل بتاعها يروح، هتدهنيها كويس جدا. وعارفين لو في اي مثلا كيس نايلون بيتباع في اي سوبر ماركت، هتجيبي كيس النايلون اللي هو بيبقى طويل ده وتلفي على المكان كويس وتلفي جامد جدا جدا، يعني تقفليها باحكام وتستني طبعا عليها مثلا بمده من 2 لـ3 ساعات في اليوم. هتعمليها مره الصبح ومره بالليل، مره الصبح ومره بالليل لمده 2 أسبوع. فلو عملت الوصفة دي هتلاقوا نتيجة ممتازة جدا جدا جدا. وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. لو انت جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك علشان توصل لك كل الفيديوهات، وعلشان انا بجاوب على كل اسئلتكم في الكومنتات. وبليز بليز بليز خلينا نوصل الفيديو ل5000 لايك، هكون مبسوطة جدا 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 لاني دي حاجة كبيرة بالنسبة لي. فلو انت بتشوف الفيديو انزل اعمل لايك وتعالى نطلع نكمل الحلقة بتاعتنا النهاردة. ببساطة شديدة الوصفة اللي انا كنت بقول عليها دلوقتي لو انت عملتها ان شاء الله ان شاء الله في خلال 2 أسبوع هتروح المستشفى وتقعد هناك فترة كويسة جدا، تدفع فلوس قد اللي دفعتها في الفولترين والموف والشابة يعني كتير علشان تعالج الحروق والالتهابات الشديدة. وبدل ما انت هتعالج مشكلة الترهلات هيبقى عندك مشاكل خطيرة جدا هتفضل تعالج منها. طيب ايه هو الحل لو انا مثلا عندي ترهلات؟ خلينا نعرف انه الترهلات بتنقسم لجزئين. اول جزء اللي هي الناس اصلا اللي عندها سمنة في الوزن وبتخس، الناس دي اكتر الناس اللي بتلاقي عندها ترهلات في كل اماكن الجسم، في الدراع، في البطن، في الارداف، كل مكان بيبقى فيه ترهل، وده بيزعجهم وبيضايقهم بشكل كبير. تاني نوع من انواع الناس اللي هم السيدات، وخاصة السيدات الحوامل او المستنية طفل، لان طبعا اثناء فترة الحمل البطن بتبدأ تتمدد ويحصل تشقق وفيما بعد يبقى ترهل وشكل مزعج جدا.
فانا النهارده جايبه لكم حلين للموضوع ده، حل للسيدات وحل للناس اللي هي بتحاول تخس. اول حاجه نبدا بالست اللي هي حامل والست المستنيه طفل. مفيش حاجه اسمها ان انت بعد ما تولدي تدوري على كريمات للترهل او كريمات علشان تشيلي التشققات او الكلام ده، لا، المفروض ان انت اثناء فتره الحمل تستخدمي كريم كويس علشان يعالج الانسجه اللي بتتقطع او بتتفتح دي ويعالج التشققات. افضل كريم انا جايبه لك النهارده كريم ممتاز جدا جدا، ممكن يكون يعني سعره غالي شوية في حدود 400 جنيه، لكن هو ممتاز وفعال والمفروض تستخدميه أثناء فترة الحمل كلها من أولها لآخرها، وتستخدميه مرتين في اليوم بشكل عكس عقارب الساعة علشان يعمل تنشيط للدورة الدموية في المكان اللي هو حوالين البطن. والكريم ده اسمه سيباميد أنتي ستريتش مارك كريم، هتلاقوه في كل الصيدليات وخاصة الصيدليات كبيرة. ده ممتاز جدا جدا في اول حاجة خلاصة زيوت طبيعية، في زبدة الشيا، في زيت افوكادو، فهو في مجموعة من الزيوت اللي بتساعد جدا في علاج الجلد وخاصة الجلد اللي هو بيحصل له ترهل او تشقق مع تمدد اللي بيحصل اثناء الحمل. وبالتالي فان الكريم ده هتستخدميه زي ما قلت مرتين اثناء فتره الحمل كلها، مره الصبح ومره بالليل مثلا، وتستخدميه في عكس يعني لما تيجي تدهني في عكس عقارب الساعه علشان تعملي على تنشيط الدوره الدمويه. وان شاء الله بعد الولاده هتلاقي ان نسبه الاسترتشات قلت بشكل كبير جدا، وبالتالي انت عالجتي الموضوع ده من اوله. طيب بالنسبه للناس اللي بتعاني اصلا من السمنه المفرطه او عامه الناس التخينه، وحتى لو مش سمنه مفرطه، اي حد تخين وبيبدا ينزل في الوزن بيلاقي ان هو فيه طبعا ترهل بيحصل، وعلشان كده الحل انك تتبع 5 خطوات، والخمس خطوات دول ممتازين جدا جدا، هيفرقوا معاك في النهاية وهيبقى شكل الجسم مشدود ومش هيحصل ترهل بالشكل الفظيع اللي احنا بنشوفه. ايه هما بقى ال5 خطوات دول؟ اول حاجة تدرج فقدان الوزن، ان انت تنزل بشكل متدرج. يعني ايه؟ مثلا الناس اللي هي بتروح تعمل رجيم زي مثلا رجيم الخيار او رجيم البطيخ او رجيم البرتقال، يعني اي فاكهة بيعملوها كده ويفضلوا ياكلوا فاكهة معينة لمدة اسبوع او اسبوعين، اللي بيحصل ان هو طبعا الجسم بينزل كمية كبيرة جدا، اي نعم انت بترجعهم بعدين على طول او ما بتوقفه، لكن النزول السريع جدا والنزول الفظيع في الوزن ده بيعمل ترهل شديد. عشان كده افضل حاجة ان انت لما تيجي تنزل في الوزن او لما تبدأ حمية غذائية او عايز تبدأ تدخل في نظام غذائي صحي، تنزل شوية بشوية بطريقة صحية، تمارينك، الرياضة بتاعتك، المية، كل الحاجات دي هتعمل نزول تدريجي، لكن النزول السريع من اكتر الحاجات اللي بتعمل ترهلات فظيعة. وعشان كده لو انت تعرف اي حد خس بسرعة او خس فترة طويلة هتلاقي جسمه ايده هتلاقي فيها منظر ترهل مش كويس جدا، فافضل حاجة التدرج في فقدان الوزن. تاني حاجة مهمة جدا هي ان انت اثناء فقدان الوزن يعني لازم يبقى فيه رياضة بالاوزان. الاوزان دي ممتازة جدا علشان انت مثلا لما بتيجي تنزل، لو يعني بتنزل بشكل مش صحي او مثلا بتنزل بسرعة او حتى بتنزل ببطء، الاوزان دي لما بتلعب بيها بتشد الجسم كله وبتقوي العضلات اللي من جوه وبالتالي بتشد الجلد. تالت حاجة معانا وهي ان انت لازم تشرب مية كتير. المية بتعمل على ترطيب الجسم والمية مفيدة جدا للأنسجة وللخلايا، وعلشان كده أقل حاجة تشرب 8 كوبايات مية. رابع حاجة بقى بالنسبة للأكل ان انت تعتمد اكتر على اكل البروتين. البروتين بيبقى مفيد جدا للعضلات وبيعمل على تقوية العضلات، وفي نفس الوقت هو حاجة صحية جدا للجسم، يعني مش مثلا كالوريز فاضية، لا، البروتين الجسم بيحتاجه، علشان كده تحاول تاكل بروتين كتير في اكلك، والبروتين مهم جدا جدا وهينفعك اثناء رحلة نزولك في الوزن. خامس حاجة هي الخضار والفواكه. لازم اثناء رحلة الدايت بتاعتك تعتمد بشكل رئيسي في الاكل بتاعك على الخضار والفواكه، لانهم مفيدين جدا جدا للجسم وبيخلوه رطب، وبالتالي برضو بيمنعوا الجسم من انه يكون فيه ترهل او يبقى شكله مش كويس.
وبكده يبقى دي الحلول المنطقية لو انت بتنزل في الوزن تستخدم الخمس حاجات اللي انا قلت لك عليها. اتمنى في نهاية الحلقة تكونوا استفدتوا واكون قدرت اقدم لكم معلومات كويسة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في احسن صحة واحسن حال، واشوفكم في حلقة جديدة ومعلومة مفيدة. باي باي.